العكس من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي ايدي اخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكس لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميد وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حأرسلها اسمحي لي حرام الجمال كله تنزل دموعه انت لازم تبكي الناس مش تبكي انا اعرف حضرتك لا بس انا بعرفك تعرفني منين نهى النقاش مهندس الديكور احسن مهندس الديكور بشركه الشافع للدراسات الهندسيه والتصميم الداخلي حضرتك شكلك مذاكر كويس بس خليني اصحح لك معلومه واحده ليه هي ان انا مش احسن مهندسه ديكور ولا حاجه انا افشل مهندسه واسوأ انسانه ممكن تقابلها في حياتك مين الغبي اللي اقنعك بهالفكره انا مستحيل واحدة عندك كل هالميزات مستحيل تكون غبية. شوفي أنا طلبت أحسن مهندس ديكور عم دلوني عليك. بس لأنه أنا واحد شكاك وما بصدق حدا سألت عنك أكثر من مصدر. عملت تقاطع بالمعلومات اللي وصلتني. أكدت إنه أنت طلبي. مش فاهم. طلبك؟ إيه. أنا نسيت أعرفك عن حالي، أنا مراد الساعي. مستثمر بمجال العقارات عندي هوس بالبيع والشراء مثل ما عندي هوس بالجمال اشتريت أرض صحراء وبدي حولها لجنة صحراء؟ انت بتعرفي الصحراء ليش بتصير صحراء؟ لأنه عطشانة عطشانة وما في مين يرويها عمرك حسيتي جواتك انه في صحراء؟ استاذ مراد انا حاسة ان انا في جوايا نار قايدة أنا راح أطفيها أنت مين؟ هذا كرتي بس تروي احكي معي
ايوه هنا هي دي العماره. هي دي؟ ايوه. مال العماره قريبه كده ليه؟ قريبه ايه؟ احنا بقى لنا ساعه الا ربع في السكه وتقولي العماره قريبه. طب يبقى الوقت الحلو بيعدي بسرعه ما فيهاش حاجه. ميرسي يا سيدي. طب قهوه شاي اتفضل اشرب حاجه ساقعه اتفضل اشرب ميه معدنيه. كل ده علشان وصلتني؟ طب يا ريتني كنت اخدت تاكسي وريحت نفسي من وجع القلب ده. وجع القلب ده؟ كل ده عشان طلبت فنجان قهوه؟ اسفه مش هقدر استقبلك من غير اي مناسبه. من غير اي مناسبه؟ انا بقول لك المناسبه، انت كنت في الحفله واختك بعتك ومشيت وسابتك واقفه هناك لوحدك، وانا عشان محترم وابن ناس اخدتك وصلتك لحد باب بيتكم وحرصت انك تفتحي باب الشقه وتخشي سليمه. انت بقى بدورك كواحده محترمه وبنت ناس برضو مش هتسيبيني واقف على الباب لوحدي كده وما بعملش حاجه، هتقولي اتفضل يا استاذ سليم فنجان قهوه حاجه ساقعه موجودين في الريسبشن. والله انت بتهرج يا سليم، انا بجد في مصيبه، انا مش عارفه هعمل ايه لما اطلع البيت والاقي بابا وماما بيسالوني عنها ومش عارفه ارد اقول ايه. بسيطه، هتقولي لهم ان هي لسه في الحفله وقاعده مع صحابها، مفيهاش حاجه يعني. فكره حلو. اخيرا. اخيرا ايه؟ اخيرا قلت فكره وعجبتك. عموما ميرسي قوي تعبتك معايا. يلا باي، تصبح على خير. وانت من اهل الخير. بقولك ايه يا مي، تعرف انا رحت النهارده الافتتاح كان مودي زي الزفت ومش طايق اشوف حد قدامي، بس بعد كده فجاه دخلت واحده كده زي القمر لابسه فستان بني خطفت عيوني. تعرف ان النهارده كان احلى يوم في حياتي، وانا النهارده اوحش يوم في حياتي. طب حلو قوي، سلام. والله ما اقصدكش انت، انا اقصد نهى، ما انت عارف اللي عملته. ما انا عارف، انا بس كنت بغلس عليكي. اه اكون زعلت؟ لا ربنا ما يجيب زعل، هزعل من ايه يعني. اوكي، نمرة تليفونك. ايه؟ عايز نمرة تليفونك. ابقى خدها من نهى. لا ما انا اصلا عايز النمرة عشان ابقى اطمن على نهى. اه صحيح، نهى تليفونها مقفول. طيب بالظبط كده، خد رقم تليفوني عشان انا مش حافظاه اهو. مش حافظه رقم تليفونك؟ اه مش حافظه رقم تليفوني، مش عاجب ولا ايه؟ حاجه عمرها ما حصلت قبل كده الحقيقه. عملت لك ميست كول، هتلاقي نمرتي الاخيره. اوكي. اوعي تكوني فاكره ان انا خدت النمره بجد عشان اطمن على نهى، تعيشي وتاخدي غيرها. يا اخيرا رجعنا البيت. تصبح على خير كالي. بس كده؟ عايز ايه؟ لا انا مش عايز يعني، بس يعني اعتقد ان احنا بقينا في حكم المرتبطين، ولا انا فاهم غلط؟ فاهم غلط، لانه حتى امي ما بتعرف انك لبسني الخاتم. على فكره بدك ترجع تلبسني الخاتم قدامها مره تانية. لو دي المشكله احنا ممكن نكلمها في التليفون. والله طب بس انا كنت عايز اتاكد بس من حاجه. تصبح على خير. باي، اشوفك بكره. سويت دريم. ايه وحشتني بالسرعه دي؟ ما انا كنت قدامك. مفيش غريب بالبيت. غريب ازاي يعني؟ ما بعرف، بس انا كتير خايفه. بطلي بقى الحركات دي. طب ما تقلقيش ما تقلقيش، ايه بس يا سيدي انا قدام الباب. نايا سايب الباب مفتوح ليه؟ معناتها اكيد كان في حدا بالبيت بغيابي. اهدي اهدي، في حاجه اتسرقت؟ لا. طب ايه اللي اداك الاحساس ده؟ كلمة ولاد. وبعدين؟ وبعدين لقيت الفوطه معلقين بطريقه مش مثل ما انا معلقهم عاده. اهدي بس يا حبيبتي، فوط ايه؟ مش فاهمك. فوط كانوا معلقين بنفس الطريقه اللي كنت علقهم فيها لما. لما ايه؟ لما ايه انطقي؟ لما كنت عايش مع عاصم. حبيبتي عاصم مات. انت ليه بتحاولي ترجعيه تاني؟ تعال شوف وريني.
شفت كيف؟ شكلهم حلو قوي، برافو عليكي. بس أنا ما برتبهم هيك، لأنه هيك بذكروني بعاصم. لا هي. عشان خاطري أي حاجة تفكرك بأي حاجة وحشة في حياتك إلغيها. صدقني ما كانوا معلقين هيك. بحكم العادة حاولت تكوني فوضوية ومعرفتيش، فمن غير ما تحسي لقيتي نفسك بترتبيهم. بجوز أنا بقى حسبت لك إن مفيش حد دخل البيت ده غيري. يا إخواننا اللي هنا مفيش حد هنا؟ مفيش حد هنا، مفيش حد في السفرة. ألو يا أولاد الحلال. الله ده مفيش حد هنا اهو. طمنتي يعني؟ مش عيب عليكي جيبيني كده على مدى وشي وتقولي لي الفوط فوط. ها قولي لي قولي لي تعالى نام هنا. انا جاي انام هنا على طول. عايز تنام هنا؟ ها ايه مش تحت درجي اكيد الكلام ده من قلبك يعني. طب ما تيجي نحجز اوضه في اوتيل كمان مش لهذه الدرجة يعني. أكيد مش عايز أي حاجة يعني أروح خلاص. خليك لحظة. خلص كل شيء تمام الحمد لله. يعني مطمنه؟ محتاجه اي حاجه؟ طب يلا اي حد يسال عليا انا في اوضه النوم. ايه تعالى هون هون هون. اسمع على خير مش كده؟ باي. برضه ايه اقفل الباب احسن. يلا ايه ده مالك؟ ايه اللي مصحيكي لغايه دلوقتي؟ مستنياكي. ومين اللي قالك تستنيني؟ خش نامي يا حبيبتي. كنت فين يا نهى لغايه دلوقتي؟ وانت مالك انا كنت فين؟ هتعملي لي محاضره؟ بقول لك انا تعبانه بجد مش قادره اتكلم، عايزه انام. ماشي بس يا ريت بقى المره الجايه ما تبقيش تقفلي موبايلك، انا كنت هموت من القلق عليكي. تصدقي انا غبيه مش عارفه سبت موبايلي مقفول كده ازاي. طب كويس انك عرفتي عشان تعرفي انا ايه اللي مسهرني لغايه دلوقتي. هو حد جاب سيرتك اصلا؟ انا بتكلم عن حد تاني خالص. حد تاني بقى مين ان شاء الله؟ يا رب اللي حصل معايا النهارده ده ايه.
حلم ولا حقيقة؟ انت بتدوري على ايه؟ حقيقة. بتعملي ايه يا نو؟ بكلم واحد تعرفت عليه النهاردة اسمه مراد. مراد مين اللي هتكلميه بعد وش الفجر؟ انت بنت اتجننتي ولا ايه؟ تلاحظ عليك؟ هاتي الموبايل. مش هديك الموبايل. ثم مين مراد ده؟ انت مش لسه كنت منهارة هنا على السرير عشان خاطر كريم؟ وانت يا مفعوصة هديكي تعلميني انا اعمل ايه وما اعملش ايه؟ على فكرة بقى، اي بنت ناس واي واحدة محترمة مش هتكلم واحد بعد نص الليل. لا ده انت اتجننتي. جبران، أنا تركت الفيلا وراجع على باريس لعند ابني. كانت أيام من العمر لما التقينا، بس ما بقى ترجع للأسف. كل شي تغير، حتى أنت. باي. حكيت أهلك؟ كلمتهم. وإمتى راجعين؟ في الأجازة إن شاء الله. طيب كتير منيح. لكن حضري حالك، أنا عم فكر استفيد من وجوده هون حتى نجوز فرد مرة. فرد مرة؟ إيه يعني مرة واحدة. ما أنا عارفة، بس بغلس عليك. بتغلسي عليا؟ الله طبعاً، مش هتبقى جوزي ولا إيه؟ لحظة، لا ما فهمت. إذا بدي أصير جوزك رح تغلسي عليا؟ أمال أغلس على حد غريب؟ أما أنت غريب والله. شو؟ الهيئة نايا غاطسة بسابع نومي. لسه ما ردتش عليك؟ لما تصحى تشوف رقمك. لا بس مخطة مسكر. الظاهر ان هما طولوا قوي في السهرة مبارح. حقهم بقى يا سيدي، مخطوبين. عقبال. ولك ايه بعرف، بس حرام المشكلة انه قبل خالتها ناطرة تبعت له معي مصاري. مصاري؟ ايه يعني فلوس. على فكرة بتعرفي كلمة مصاري من وين جاية؟ من وين جاي؟ من مصر. لا والله. ازاي؟ عنا كانوا يسموا العملة مصرية وبقى اسمها هيك. بس غريب انه انتوا ما بتستعملوه. عمرك شفتي واحد امريكي بيقول بالدولار الامريكي؟ لا طبعا، عشان هو امريكي. احنا كمان كده، يمكن عشان من صدر العمله والرز وخفه الدم والحلاوه. الله الله، احنا منعاكس بقى اهو. لا احنا مبدئيا تخطينا المرحله دي.
خلاص سيب الموضوع ده عليا، انا هبقى افكرها. إيه انت كنت بتقولي خفه الدم والحلاوه وايه تاني؟ مساء الخير استاذ مراد، يا رب ما اكونش بس بكلمك في وقت غلط. عفوا، مين معي؟ انا نهى، نهى النقاش. دك يا اهلين، يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. معقولي انا ما عرفت هالصوت الدافي من كلمه الو؟ معلش بقى، بتحصل عادي يا استاذ مراد، ما فيهاش حاجه. لا لا، انا ما راح سامح حالي على هذا الغلط الفظيع. لا بليز ما تقولش كده، ما تخلينيش بقى ازعل. انا كلمتك دلوقتي. لا عيب تزعل منك. لا عشان خاطري ما تقولش كده، ربنا ما يجيب زعل خالص. لك مين هيدا الغشيم اللي بيتعرف عليكي وبيقدر يزعل منك؟ لك يا نوها، مين؟ ميرسي بجد، انت تري جونتي يا مسيو مراد. يعني هلا انا فيني افهم من تليفونك انك انت وافقتي على طلبي ورح نشتغل سوا؟ يعني حاجه زي كده. انا شرف لي ان انا اشتغل مع حضرتك يا مسيو مراد. طيب انا هلا بدي اشرب قهوه، بتمنى اذا ما عندك شيء تيجي ونشربها سوا. مش عارفة أقول لك إيه بصراحة، أنا لسه بالبيجامة. طيب هغير ومسافة السكة وأكون عندك، بس ممكن تديني عنوان؟ عارفة الأوتيل ده طبعا، ده كل الوفود اللي عندنا بتنزل فيه.
خلاص مسافة السكة. نعم نعم أنا أسفة. بعدين يا مي بعدين. كريم كيف فتت؟ قفل موبايلك ليه؟ انت مش عارفه ان انا بقلق عليكي؟ غريب. هو ايه الغريب؟ انا ما قفلت الموبايل. يمكن يكون عايز له شحن. فول. يبقى اكيد قفلتيه من غير ما تحسي. كيف يعني بدي أقفله بدون ما أحس؟ بعد ما أخذتي الحباية. شو عم تحكي كريم؟ أنا ما أخذت شيء. أنت واضح حباية مهدئة. لك أصلاً أنا ما عندي حبوب مهدئ. أمال ليه نايمة لحد دلوقتي وما حسيتيش بجرس الباب لما دخلت؟ مش قديه صارت الساعة؟ شوفي داخلة على واحدة. شو عم تحكي؟ لا يا حبيبتي. نوع المهدئ اللي انت بتاخديه ده له تأثير قوي جدا على صحتك، وانت عارفه انا بخاف عليكي قد ايه. لو احتجتيه في يوم من الايام خدي نص حبايه، مفيش داعي تاخدي حبايه تانية. حبة شو دوا شو؟ عم اقول لك ما اخذت شيء. امال ده تسميه ايه؟ هيدا الدواء اللي كان يعطيني اياه عاصم لحتى نيم. طب اخر مره اخذتي منه من انت؟ ما كنت اخذ منه، كنت اعمل حالي عم باخذ منه، حط له اياه بالعصير لحتى هو ينام لحتى اروح انا اتمرن على السباحه. طب بالعقل كده مين اللي هيجيبه من هنا؟ لك ما بعرف بس اكيد مش انا يعني. طب انا عايزك تهدي يا حبيبتي. اهدي. يمكن تكوني جبتيهم معاكي من لبنان وانت جايه على مصر. انت بقالك هنا فتره كبيره اكيد نسيتي. يا كريم افهمني انا ما جبت شيء معي. طب على كل حال انا اسف، حصل خير. ما تقفليش بقى تليفونك تاني عشان ما اقلقش عليك. اوكي؟ ان شاء الله ما اكون نسيت شيء. انت اكيد يا نجات انه هو هن كل الاغراض اللي قلتي لي عنهم. الاغراض المهمين تذكرتهم، واللي نسيتهم هيدا اذا نسيت شيء بيكونوا اكيد لا مهمين وما لهم عازي. يا اختي انا كل شيء عندي له عازي، ما بيطلع بايدك بشيء. ما حدا اخذ معه شيء من هالدنيا لك يا اختي. هيدا طبع، يعني انا ما بيطلع بايدك ولا غرض. الو فادي. يا تقبرني يا امي، وينك يا حبيبي؟ شو هالغيبه؟ معلش يا امي صار معي ظروف، هن كلهم كم يوم وما بتلاقينا الا وصل. يا حبيبي بس يمكن ما تلاقينا باسكندريه، انا وخالتك رايحين لعند نايا، ما خبرتك؟ عم جرب دق لها خطه مسكر. على كل إن انت ايدا رقم جديد لانه غيرت رقمي. يا خرب ذوقك، ما في اشطر منك بتغيير النمر. يلا لحظه، وين بدي لاقي ورقه وقلم هلا؟ اقرأ لك لحظه. يلا قول. ايه سبعة ثمانية شو؟ علي صوتك. اخر رقمين ثلاثة خمسة.
اعطيت الرقم غلط، عيدي لي اياه لشوف. مزبوط هذا هو. طيب سلمي لي على خالتي وانا برجع بحكيها لنايا. مع السلامة. شو كيفك؟ يا زلمة ما بعرف شو قصتها. كأنه خطها مسكر، صار لي من على بكره عم دق لها ما حدا عم برد. لمين؟ نايا. خايف ما يكون هشام عاطيني رقم غلط، هيداك كمان مغروم وبده يتجوز. انت ليه مضايق؟ في احلى منا الواحد يلاقي حب حياته ويكفوا سوا العمر؟ مش معقول انتو كيف ضاربه رومانسيه معكم كلكم، انه في كتير قصص اهم بالحياه. مثل شو؟ المصاري؟ اكيد كابتن، المصاري اهم شيء. عن جد انا عم بستغرب يا فادي، معقول انت كل عمرك ما حبيت؟ ليك جبران، انا زلمه واقع بالحياه، بالنسبه لقلي بلا مصاري كل شيء بيطلع مشرشح، الحب مشرشح والزواج والعيله والولاد. عاش تحكيني حب بلا حب بلا بلوط. عمي عال اذا انت بتفكر هيك شو لك مع بقيه الناس؟ خلص هشام الله يهنيه. ونايا شو بها نايا؟ نايا خطبت وما خبرت لا امي ولا خالتي. خطبت؟ وهلا اتصلت بامي لاتاكد من الموضوع، طلعت هي مش عارفه، فلملمت القصه لما توصل لخالتي وتزعل. انت ليه زعلان؟ انا بدي مصاري، ما معي لامشي، وساعه بتقوص باجري وساعه بضيع تليفوني وما عم تزبط معي القصص. بدي شيء وفل من هون. يا عيب الشوم عليك يا فادي، ليه ما طلبت مني انا؟ مش نحن صرنا اخوه؟ جبران انا ما عم بشحط، هيدا حقي وهي بتعرف كثير منيح هيدا الشيء. ايه بس انا بقول انه نايا هي ما عم تقصر معك، يمكن ظروفها هلا مش مناسبه. ظروفها؟ انه بالاول كان عندها ظروف، هلا شو عندها؟ وبتعرفني انا دائما رح اشوفه لهشام، ليه ما بعت معه مصاري؟ طيب رجع اتصل فيها واستفسر منها، يلا اطلبها. تفضل. خطه بضل مسكر. اه والله. طيب ما صار شيء، جرب اعطيني الرقم، بركي انت تليفونك منزوع او ما عم يطلب لبر. وبعدين لقيت فوطة معلقين بطريقة مش مثل ما أنا بعلقهم عادة. إيه بسد فوطة؟ مش فاهمك. فوطة كانوا معلقين بنفس الطريقة اللي كنت علقهم فيها لما إيه؟ لما إيه انطقي؟ لما كنت عايشة مع عاصم. قفلي موبايلك ليه؟ أنت مش عارفة إن أنا بقلق عليكي؟ غريب. هو إيه الغريب؟ أنا ما قفلت الموبايل. يمكن يكون عايز له شحن. فول. يبقى أكيد قفلتيه من غير ما تحسي. كيف يعني بدي أقفله بدون ما أحس؟ بعد ما أخذتي الحباية. شو عم تحكي كريم؟ أنا ما أخذت شيء. صباح الخير. ريحة قطرك بتطير العالم. ميرسي. ميرسي. شوفي قبل ما نفوت بالشغل ممكن اعرف ليش كنتي حزينة كل هالقد امبارح؟ لا ابدا، دي حكاية طويلة. انا بعتذر اذا طفلت. لا لا ما تقولش كده. انا بس مش عايزة اوجع دماغك بقصة ممكن تكون مملة بالنسبة لك مش اكتر. مستحيل. مستحيل تكون مملة إذا أنت اللي عم تحكي. امبارح أنت وعم تبكي دموعك دوبوني، حسسوني بالمسؤولية، حس حالي صرت مسؤول عنك. أنا أعطيتك كرتي وعليك كل تليفوناتي، انتظرت إنه أنت تتصلي، تركت لك حرية الخيار. أنا ما بحب أقتحم حياة حدا إذا ما كان عنده رغبة بهذا الشيء. أنا كتير مبسوط لأنه سمعت صوتك. وأنا كمان
بتحس انه ربنا بعتك لي هديه من السماء يا استاذ مراد. فقت صعبه قوي في حياتي. مع اني ما اعرفكش تصور. هذا اسمه القدر. انا لما سالت عنك ما كنت بعرف شكلك. لما شفتك وسال صاحب المطعم عنك قال لي هي نهى النقاش وكل هالقد حلوه، قررت انه هذا الكنز ما لازم يروح من بين ايدي. كثير قوي علي الكلام ده على فكره يا استاذ مروت. شوي شوي علي احسن اتجنن. نهى، ممكن اعرف مين هو اللي ما عم بيخليك تعرفي قيمه نفسك؟ يعني انت مصمم تعرف؟ طبعا عندي كل فضول العالم. الباشمهندس انا بشتغل عنده في الشركه اسمه كريم الشافعي، كان في بينا حاجه حلوه قوي كان ممكن تخلص بالجواز، بس دخلت حياته واحده تانية فجاه، قلبت له كيانه كله، خدته مني. امبارح كان بيخطبها، خطبها وما عملش اي اهتمام لمشاعري خالص. دي شو عملتي؟ ما عملتش حاجه، جيت من الحفله زي العيال الصغيره، تمنيت الارض تنشق وتاكلني، بس الارض خدتني لحته حلوه قوي ما كنتش متخيله اني هروح لها. على فكره قابلتك انت بجد، ميرسي قوي يا استاذ مراد. انت دلوقتي بتحسسني احساس حلو قوي على فكره. انت راح تتركي الشغل طبعا؟ اكيد مش عايز اشوفهم تاني ولا عايز اروح الشغل ده تاني. بتحبي تسمعي وجهة نظري؟ يا ريت. بكرة بتروحي على الشركة بكل ثقة بتباركي لمدير الشركة وخطيبته. لا ازاي؟ أنا ما أقدرش أعمل كده. أنت شايف كده يعني؟ طبعا. أنت لازم تتركي الشغل وراسك مرفوعة. لازم يعرف هذا اللي اسمه كريم الشافعي إنك رح تاخدي راتب ضعف اللي كنتي عم تاخديه، وراح يكون لك نسبة على كل مشروع راح تكوني مشرفة عليه أكثر بكثير من النسبة اللي كنتي تاخديها. شركتنا بطور التأسيس. نهى بدي اياكي توقفي جنبي. بدي تعرفيني على أهم الكوادر وأحسن الكفاءات. شركتنا ما لازم يكون لها منافس أبدا. ما راح أخلي حدا يقدر يتنفس. تفهميني؟ أنا اللي فهمك يا أستاذ مراد. يعني راح تساعديني؟ استنى علي شوي، هقف جنبك وحساعدك وحيكون عندك احسن كفاءات كمان. قبل هاد في شيء اهم بكتير. انت تؤمر؟ لحتى نختصر المسافات بدي اياكي تعرفيني على المفتاح. مفتاح ايه؟ مش فاهم. كل اسماء الشركات الاجنبيه والمسؤولين عنها واللي بيتعاملوا معها، واهم المناقصات والعروض اللي فيها. ما تشيلش هم يا استاذ مروت، انا اعرف الشخص المناسب وحيكون عندك كل المفاتيح لكل حاجة أنت عايزها. نهى أنا بتمنى تقبلي مني يا ولادي. إيه ده يا فندم؟ ليه تعبت نفسك بس؟ ملوش لازمة خالص. أنا بحب العطور كتير. بظن تبعتي علي أول ما دخلتي. شوفي هذا العطر غريب كتير، تركيبته فريدة، يعني ريحته ما بتنسى أبداً. لما بتحطي منه بتمري من جنب أي حدا غصب عنه بده يلتفت ويدوب فيكي. بجد؟ للدرجة دي؟ وأكثر. بكره بدي اياكي تتعطري وتروحي تباركي للشخص اللي ما عرف قيمتك.